انا ما بعرف شو مال البث صراحة انا ما بعرف شو ماله ما مش ظابط معي صراحة ما بعرف شو مال البث مش عم باخذ معي البث بشكل صحيح انا عارف كل شي تمام بس جاي بالطول نينا علي راسي يا نينا عرش الاعدادات شو مال هالمره هاي اصلا. <applause> الامازيغ الرحال موجود يا اهلا وسهلا نينا حريق يا اهلا وسهلا فيك يا نينا حياك الله يا نينا. الامازيغ الرحال موجود يا اهلا انا مش عارف ليش طالع بالطول صراحه مش ضابط معي انه يكون بالعرض فيصل ابو هزيم يسعد قلبك حياك الله اهلا وسهلا بالجميع محمد شمس شاوي والنابي وابي عباس او ابي شي مش عارف ايش قادر يوسف على راسي حياك الله نينا حريق لؤي القيسي سميه حوراني يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم في حلقه مباشره هذا اليوم طبعا احنا راح نحكي يا اخوان في بدايه الموضوع راح نحكي في بدايه الموضوع عن عن غزه تمام ان شاء الله انه يكون واضح مش واضح كثير بس ما في مشكله راح نحكي في بدايه الموضوع عن غزه يا اخوان وعن اطفال آه غزه تمام فايز يسعد مساك حياك الله مامو محمود آه من فلسطين جنين حياك الله اهلا وسهلا باهل فلسطين وبأهل جنين يا اهلا وسهلا فيك حياك الله تمام آه يسعد مساكم جميعا أهلا وسهلا فيكم طبعا اليوتيوب مغلبنا كثير في موضوع البث المباشر هالمرة ما بعرف ليش صراحة عنا سولو حياك الله قادر يوسف البوم الصوت مسموع مية بالمية لما مهمنا الصورة اليوم بالذات بهمنا الصورة كثير يعني لأنه في عنا شغلات تعتمد على الصورة صراحة لان كثير شغلات تعتمد على الصورة إن شاء الله إن الصورة تكون واضحة، خلينا أقرب الكاميرا شوية. قرحان بوت لايف حياك الله مساء الخير من جزائر صناعة السيخ على طريقتك أبو صلاح، مين أبو صلاح على طريقة أبو صلاح؟ مين ابو صلاح علي ابو صلاح مين ابو صلاح يا صديقي؟ عشان أنا أكون عارف بس مين أبو صلاح اللي بتحكي عنه. <applause> وقت الأسياخ هو وقت القصص والسواليف هاي ولا أبصر شو؟ صح تمام نقربها شوي حياك الله ايهاب الغيمات مامو محمود وحياك الله ومحمد راشد حياك الله طبعا يا اخوان بنعتذر انه صار فتره طويله ما في عندنا مباشر للاسف الشديد مع الاوضاع اللي صايره الان و وصراحة ما حدا فاضي لا لا مباشر ولا حدا فاضي لا شيء كلياتنا فاضيين لا الـ الاحداث وبنشوف الـ الاحداث اللي قاعدة تصير في, في غزة وبنشوف اللي آه صراحة يعني كثير الوضع مأساوي بتكون صح كثير الوضع مأساوي يعني احنا قاعدين بنحكي عن احنا بنحكي الحمد لله رب العالمين على كل شيء دائما بنحكي الحمد لله رب العالمين على كل شيء والله يصبر اهلنا في غزه ويصبر الامهات ويصبر الاطفال طبعا انا اليوم راح افتح الاتصالات يا اخوان احنا البث المباشر اليوم سؤال وجواب وراح نفتح الاتصالات كمان وراح نحكي فيه بشكل مباشر معاكم عن طريق الواتساب تمام. فنكون جاهزين إن شاء الله. قادر يوسف حياك الله، طبعاً محمد الراشد حياك الله، آه محمد راشد، لا مش ذاكرك والله صديقي، سامر سامر وعليكم السلام، أحمد الخميس منور حياك الله يا صديقي، ومحمد بقول لك القضية المركزية أولى وتقطع القلب. أسيخ سلماني حياك الله أسيخ سلماني علي بن سبني سلمان حياك الله يا أسيخ سلماني يا أهلا وسهلا فيك أحمد الزيتة زيتة شو رقم الواتساب طبعا ما إحنا ما رح نبعث إشارات اليوم ما في إشارات يا أخوان عشان تكونوا عارفين اليوم إحنا عندنا سؤال وجواب وراح نحكي في موضوع غزة وإهل غزة اليوم راح أحكي في في بالموضوع هذا بطريقة ثانية يا أخوان يعني آه غير الطرق اللي احنا بنشوفها على على الشاشات راح نحكي بموضوع ثاني ام بي اي حياك الله قادر يوسف نطلب آه منك تشرح على التعليقات وشكرا حياك الله وخلوت بقول لك مجسمين حراس حياك الله آه بدنا نوصل معلومه يا اخوان مش عارف مش عارف احمد الناجي حياك الله كردي حر يا اهلا وسهلا فيك يسعد مساك تمام لو احنا بدنا نشرح يا اخوان على المواضيع اللي قاعده بتصير او على الحرب المستمره على قطاع غزه الحرب مستمره واحنا عارفين و محمد بقول البرلمان الجزائري فوض الرئيس اعلان الحرب على الكيان ونرجو هذا بفارغ الصبر غزة العزه من قادر يوسف تمام اليوم بدنا نحكي يا اخوان عن مو... عن موضوع كثير مهم هلا لو حكينا انه يا اخوان اللي... اللي اللي تحت الانقاض اللي موجودين الان تحت الانقاض الخطوات اللي اللي بتمر عليهم خطوات اللي بتمر عليهم لحين الشهاده يعني عشان يستشهد او الخطوات اللي بتمشي عليهم قبل ما يستشهد و وينتقل حنان من سوريا سعد مساكي حياك الله هل تؤمن بفكره الرصد وهل يلعب الاسياب بالاسياخ؟ احمد من مصر بقول لك هل تؤمن لا ما لا اؤمن بالرصد يا صديقي جوبة مسلقير الخير وكل احرار العالم والفاتحه على ارواح الشهداء وربنا ينصر المجاهدين حياك الله يا جوبا. الشيخ سلماني تعرف محمد بني سلمان؟ الشيخ سلماني ببيع اسياخ؟ يا اخوي احنا انا مش فاضي لهالحكي الفاضي، الله يرضى عليك يا الشيخ سلماني حياك الله. تعرف محمد بني سلمان؟ أه بعرفه اه. ليش؟ تفضل. ابو اليمن مساء الخير حياك الله ميرو ميرو حياك الله يسعد مساك محمد محمد علي حياك الله يسعد قلبك يا صديقي تمام نحكي المراحل يا اخوان اللي اللي بتمر على الشخص لما بتقع فوقه الانقاض بس ما ما بيستشهد مباشره يعني خلينا نحكي احمد بيقول لك بزلزال زلزال تركيا مع كل الاليات ما قدروا يطلعوهم بوقت سريع طبعا لما احنا بنحكي بنحكي على زلزال تركيا يا احمد لما احنا بنيجي بنحكي عن زلزال تركيا كل العالم وقف مع الاتراك مع انه المنطقه اللي, اللي ضرب فيها الزلزال منطقه علمانيه اصلا لا هم لا سني ولا شيعة ولا بيامنوا في رب العالمين كل الدنيا وقفت معهم ماشي وكلهم بعتوا ما شاء الله مساعدات وكلهم بعتوا جرافات وطيارات ومش عارف ايش. آه لكن آه في غزه ولا حتى شربه مي قادرين يدخلوا لهم. هم قادرين يدخلوا لهم بس ما ما بدهمش. محمد من طرفكم اخواني كلنا نحب الميدان لكن بس اليوم ليس له علاقه بالميدان، نعم صحيح. قادر يوسف الله وحده يعلم شو بصير مع اللي بيكون تحت الانقاض راح انا احكي لك هسا شو بده يصير فيه يعني الله اعلم طبعا بس انا بدي احكي لك المراحل اللي بدنا نشوف مع بعض هالفيديو يا اخوان نشوفه مع بعض لهالطفل اللي كل مره صراحه يعني مشكله هذا الفيديو بالذات مشكله خليني اوضح الصوره لو سمحتوا مش عم توضح معي ما بعرف اذا واضحه احكوا لي واضحه يا اخوان لانه مش مبينه معي صراحة انها واضحه <applause> راح نشوف الطفل هذا طبعا هاي مرحله من المراحل يا اخوان هاي مرحله من المراحل واضح صح نوعا ما ما بعرف انا شو مال اليوتيوب طبعا هاي مرحله يا اخوان من المراحل عشان تكونوا عارفين المرحله الاولى وهي مرحله الصدمه تمام احنا بنشوف الطفل هذا امامنا شوفوا أول أول ما بلش أنا هذا هو نفسه لاحظ مع بعض يا أخوان علي أبو حياك الله وصف المقاطعة المقاطعة لها تأثير شديد نعم لها تأثير شديد جدا وممتاز جدا ومقاطعة ماكدونالدز مقاطعة بيبسي مقاطعة كل المنتجات الأمريكية والمنتجات اللي تدعم آه إسرائيل مقاطعتها مباشرة يا أخوان تمام شوفوا هاي المرحلة الأولى بس مش عارف مش مبين معي واضح ولا مش واضح لنا أتأكد إذا هو واضح إن شاء الله أنه هاي واضح إن شاء الله أنه واضح يحيى الغارتي يسعدك حبيبي طيب هم نلاحظ المرحلة الأولى يا أخوان للطفل الطفل طبعا مصدوم مصدوم صدمة شديدة سمير يحيى حياك الله يسعد قلبك يا حبيبي الطفل مصدوم صدمة شديدة جدا يا اخوان تمام بنلاحظ الرجفة طبعا عنده رجفة مش عارف هو لغاية الان هو وين بالضبط مش عارف هو يجاوب على الدكتور ولا ما يجاوب على الدكتور نايم. صح

لاحظنا يا اخوان كيف الطفل رجف انا هذا الفيديو صراحه كلكم شفته وشفتوه ما عندي اليوم تحليل الاشارات يعني نحكي كمان شوي عن موضوع الاشارات والقصص هاي كلياتنا احنا شفنا حسبي الله ونعم الوكيل نعم كلياتنا شفنا كيف الصدمه الاولى أه سمير يحيى بقول لك المقاطعة عنا بالكويت جابت نتيجة غير طبيعية ومواقف الكويت مع غزة مواقف مشرفة جدا وترفع الراس يسعد قلبك يا سمير يحيى أه لؤي القيسي كل الاحترام لك ابو محمد على هذا البث الرائع أه حبيبي يا لؤي القيسي لو, أه لو انه الصورة بس اجت بالعرض ما اجتش بالعرض عندي لا اعلم ليش ماشي أه اليوتيوب مغير الدنيا كلها خلينا انا اشرح لكم شيء بسيط يا اخوان قبل ما نشوف الفيديو اللي بعده اشرح لكم شيء بسيط اللحظه الاولى اللحظه الاولى للقصف لما لما بتسقط البنايه او بتسقط العماره على الاطفال اللي موجودين بالعمارة هاي او البنايه هاي تسقط عليهم العمارة للحظة الأولى نفس ما شفنا مع الطفل الصغير هسا زي ما شفنا كيف هو مصدوم هو مش عارف هو وين بالضبط يعني هو مش فاهم إيش إيش القضية اللي صارت معه أو هو مش فاهم هو وين هسا لما يبلش يستوعب الفكرة إنه صار إشي مخيف معه انك تقول يعني مش عارف انا كيف بدي اوصف لكم اياها انه انت لو بتحط واحد بصندوق لو تحطه بصندوق وتسكر عليه هي ظلام اول شيء الصدمه الاولى هو هسه بيعرف انه هو في الصندوق لكن اذا انت جبته فجاه حطيته في الصندوق هو ما بيعرف هو وين يعني شو اللي صار معه هو انقصف هو مات هو ما مات ظلام دامس حواليه بيصير يطلع حواليه مش عارف هو وين بالضبط هاي الصدمه الاولى هاي هي الصدمه الاولى لا ما راح اطفي الغرفه يا محمد لانه كلياتنا احنا آه كمان رشيد حبيبي يا كمان رشيد يسعد قلبك يا كمان رشيد حبيبنا حبيبنا بس احنا عشان الاوضاع اللي صارت احنا هذا البث انا كنت بدي اسويه من تقريبا خمسة ايام لكن ما صار معي آه مجال تمام لو انت جبت شخص وضعته في غرفه مظلمه مباشره وما تحكي له هو وين فاول اول موضوع ممكن يصير انه بصير يطلع حواليه هو مش عارف هل هو ميت هل هو عايش هو وين بالضبط احنا ما بنحكي عن الاطفال احنا بنحكي عن الكبار الان عن الكبار اللي بيستوعبوا تمام هو ما بيعرف هو وين بالضبط زي المشهد اللي راح نشوفه مع بعض يا اخوان هذا هو المشهد مشهد من قناه رؤيا راح نشوفه مع بعض بس الموسيقى هنا طبعا صالح الجعفراوي بيقول لك حارتي مسحت بالكامل خلينا نشوف يا اخوان طبعا هذا هذا الشخص عظيم جدا هو هو صحفي جديد يعني لكن عمل شغل حلو كثير خلينا نشوف هاي الصوره بالضبط يا اخوان الان هاي عماره اللي احنا شايفينها هنا المنطقة هاي عمارة إن شاء الله نكون واضح لو إنه في طفل أو شخص موجود في المكان هذا تحت وهو ما بيعرف شو اللي صار معاه بالضبط الصدمة الأولى بتقعد تستمر معاه بحدود الثلاث ساعات يا أخوان على الأقل ثلاث ساعات مصدوم هو ما بيعرف هو وين لحد ما يستوعب الفكرة الآن بدخل في مرحلة ما بعد الصدمة بدخل في في مرحلة ما بعد الصدمة انه بيستوعب المكان اللي هو موجود فيه انه هو آه انقصف وانه القصف صاب البيت اللي هو كان فيه وانه وانه الان بده يحاول انه ينقذ نفسه هذا اذا كان كبير مش طفل طفل رحمة رب العالمين للاطفال ممكن انه بتخليه يستوعب الفكرة انه هو عادي المكان الموجود فيه لكن الكبير بده يحاول انه يطلع من هذا المكان لحظة ما بعد الصدمة ما بعد انه صار يستوعب الفكرة اللي هو فيها ممكن يكون ساقط على جسمه حجر او عليه مثلا حديد او الى اخره مش قادر يتحرك جوبا بيحكي هون مرحلة ما بعد الصدمة أفظع من الصدمه لانه السؤال اللي بي بيهد الحيل راح يلحقوني وينشلوني ولا بدي استشهد مكاني وهي هنا المشكله جوبا اجعل على, على الوجع يا اخوان ما رايك بالاحتفال بتاع موسم الرياض وهل ده وقته لا مش وقته طبعا طبعا مش وقته هذا كله حكي فاضي يا حبيبي هذا كله عشان ينسونا المواضيع. سمير يحيى بقول لك مثل الطفل اللي أنقذوها أمس وهم حاملينها بتحكي تحكي لهم أنتم ماخذيني على المقبرة. هي مش مستوعبة، مش مستوعبة مش مستوعبة إيش اللي صار ومستوعبة إنها ماتت، إنهم ماخذينها على المقبرة وإنها لسه عايشة أو إنها شايفة اللي حواليها. المهم في مرحلة ما بعد الصدمة يا إخوان. وهنا الصعوبة في الموضوع انه هو بده يحاول انه ينقذ نفسه في خلال خمس ست ساعات وهو سامع اصوات برا في اصوات برا في ناس عم بتحركوا في ناس عم بتنادي في ناس لكن هو قد ما ينادي قد ما يعلي صوته مش عم بسمعوه لانه الصوت برا اعلى من صوته او هو المكان اللي هو موجود فيه اصلا ما راح يوصل الصوت للعالم بخلال اربع خمس ساعات على نفس الشاكلة هاي بمر في حالة يأس يا أخوان بمر في حالة يأس بستسلم بستسلم ليأس لا يأس بستسلم لوضع هو موجود فيه الآن ما حدش سامعه لكن هو سامع اصوات برا لكن ما حدش سامعه بيصير يفكر بحياته بيصير يفكر في باطفاله بيصير يفكر في انه هو انا الوحيد اللي هسه عايش ولا ولا ال ولا هم عايشين ولا هم برا ولا انا الوحيد اللي موجود تحت الانقاض وين راح اولادي وين راحوا بناتي وين راحت مرتي وين راح اخواني بصير يفكر في هاي الافكار يا اخوان ناهيك طبعا عن الـ عن العطش ناهيك انه الغبره في نص حلقه ناهيك عن الامور هاي كلها بصير يفكر في في اللي حواليه بصير يحكي انه لو انا استمريت في في الوضع اللي انا موجود فيه هل انه انا راح ينقذوني ولا انا ما راح ينقذوني بستوعب فكره انه اصلا ما في جرافه انها تقدر تطلعه ما فيش جرافات اصلا ما هو عارف الوضع برا وهون رحمه رب العالمين بتتدخل يا اخوان عشان تكونوا عارفين في واحد في شخص ملحد هو اصلا ملحد فعمل تحدي يا اخوان يوتيوبر عمل تحدي انه هو بيقدر يحطوه في قبر ماشي داخل القبر مده زمنيه معينه مثلا اختار مدة مثلا ثلاث ايام يحطوني مثلا داخل القبر مع انه حاطين له ماسوره هواء وبدخلوا له اكل وبدخلوا له كذا وعنده ضوء موجود اضاءه تحت لكن قدره رب العالمين أجا في هذاك اليوم مطر مطر اجى وغرقوا وقعدوا وحاولوا يطلعوه من تحت لانه هو كان راح يموت اصلا غرق غريق كان راح يموت غريق فحاول انه هو يشوف اصلا شو بده يصير داخل المكان اللي هو محبوس داخله وشعر بخوف شديد يا اخوان وشعر انه نهايته قربت وهو اصلا في ناس فوق وعارفين انه هو تحت وقادرين انهم يطلعوه الى اخره لكن اللحظه هذيك اجى مطر شديد غرقوا ما بعرف اذا انت حضرت الفيديو ولا ما حضرت الفيديو لكن وهو عارف وداخله هواء وجاي اكل وجاي شرب وعنده كل شيء يا اخوان حتى معاه تلفون ماشي شعر بالخوف الشديد تخيلوا الشخص اللي اللي دخل في مرحله الياس ودخل في مرحله التفكير العميق اللي هو اه راح ينقذوني ولا ما راح ينقذوني هل انه انا الوحيد اللي ظليت عايش طب لو انا الوحيد اللي ظليت عايش في هاي المرحله لو انا الوحيد اللي ظليت عايش في هاي المرحله هل انه راح اقدر اعيش بدون احبابي بدون اخواني بدون بدون بناتي بدون اولادي بدون اطفالي هل انه راح اقدر اعيش بدونهم ولا لا ورحمه رب العالمين بتتدخل هون وان في المرحله هاي الشخص بشعر بنعاس شديد بشعر انه هو لازم ينام بتعب بشعر انه خلص يعني يعني اللحظه هاي بيغلبوا النوم خلينا نحكي فبيستسلم للنوم طبعا احنا ما بنحكي انه هو, هو ما فيش هواء ما بنحكي انه مثلا عطشان وجعان وانه احنا في مرحله اليوم الاول بس هو اليوم الاول هذا بينام يا اخوان والمشكله مش انه بس ينام المشكله بس يستيقظ من النوم فقد الإحساس بالمكان فقد الإحساس بالزمان وهذا كثير ناس جربوه فقد الإحساس بالمكان والزمان إنه بس واحد ينحبس مثلا ينحبس في مكان معتم ماشي بعد فترة ببطل يعرف الدنيا نهار ولا الدنيا ليل ولا ولا هي أي ساعة بفقد الإحساس بالمكان والزمان فبفقد هذا الشخص الإحساس بالمكان والزمان بيستيقظ من النوم يا أخوان وهو في هاي اللحظة اللي هي أصعب أصعب لحظة بالنسبة له إنه هو مات ولا ما مات؟ طبعاً هو مش شايف إشي، بصير يتخيل شغلات كثير هو مش شايف لأنه الدنيا عتمة، فهو ما بيعرف حاله هو مات ولا ما مات. بعدين رب رحمة رب العالمين ثلاث أربعة أيام ببطل يحس بالوقت أصلاً الوقت هذا كله بروح ثلاث أربعة أيام بيسلم الروح وبيستشهد استشهد طيب احنا قاعدين بنحكي عن الشخص الواعي طب الطفل يا اخوان الطفل اللي ما تجاوز عمره خمس سنين ست سنين حكينا احنا على المراحل تبعت الشخص الكبير قبل اللي ما تجاوز عمره خمس ست سنين والله تخيلوا معاي تخيلوا معاي الطفل الصغير كمان رشيد بقول لك بس اليوم والله العظيم قهرني نفسيا وما اقدر احكي او حتى اشوف الاخبار بشوف بس انجازات المقاومه الله يصبر المقاومه طبعا الله ينصرهم خالد حمد بقول لك الشعوب العربيه قلب واحد وجسد واحد حفظ الله كل اهل فلسطين وسوريا والاردن ولبنان والعراق واليمن لا يعلم بقساوه الامر الا من عاشه الان نعلم قساوه القصف والركام وابشع شعور هو خذلان من يستطيع المساعده ولا يقدمها لا, لا كلهم بيقدروا يقدموا المساعده بس هم ما بدهم ما بدهم مش يقدموا المساعده اصلا يعني انت مفكر اصلا انهم مش قادرين يدخلوا مساعدات ولا مش قادرين لا هم ما بدهم هم ما بدهم جوبه بقول لك والله محمد قد ما نشرح ونحكي ما بنوصل للاحساس لانه مجرد ما تحاول تحس بالشعور وتعيش نفس احساس شخص يمكن واحد يموت قهر نور الدين حياك الله خبيركم الجزائر كيف احوال غزه حينما نشرح يا صديقي محمد انصح جميع وخاصه الاخوه الذين رزقهم الله ان يستثمروا في العالم الرقمي بهذا الشكل يمكننا مجابهه الكيان والغرب بصفه عامه الحرب تتطلب مجهود حربي والقضيه المركزيه ملقاه على عاتق الشعوب نعم لانه اصلا الكراسي ما لهاش علاقه بالحروب اصلا الكراسي سياسيه يا صديقي مراد احمد عليكم السلام هاما أه سلام سيد حراني اولا تحيه لشعب الصمود والرجوله، ثانيا اريد تحليل جرن خلصنا من الجرون هسه. اسامه خليل رحمه الله وسعت كل شيء، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكون لهم حافظا ومعينا ونصيرا امين يا رب العالمين. يحيى وعليكم السلام، سمير يحيى بقول لك والله يا ابو محمد احيانا احفادي بيناموا بغرفه النوم وبنطفي عليهم الاضاءه وبنسكر الباب. والله لما يصحوا بيبكوا بكاء غير طبيعي مع انهم مو صغار واعيين فما بالك بمن يكون تحت الركام الطفل احنا حكينا عن شعور الشخص الكبير لكن انا ما بقدر اوصف شعور الطفل غير بالفيديو اللي شفناه مع بعض هذا الرجفه بقول انا كنت نايم الطفل اللي مش فاهم يا اخوان ايش القصه برجو لساته برجو دكتور عظيم هذا دكتور عظيم هذا الدكتور بمليون زلمه شايف انه القضيه مش قضيته دكتور عظيم طمن الطفل والمشكله انا هذا الفيديو يا اخوان قد ما بعيده بتألم فيه صراحة لأنه صراحة ما بعرف محمد الفايز اللهم أمن خوفهم وروعتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم عليكم السلام يا دوكس يا زعيم الشعوب تستطيع جمع بعضها وتفير متوفير مستطاع والزحف نحو خاننا. والله يا صديقي هاي شربة مي هاي شربة مي والله ما هم قادرين يدخلوا شربة مي غير بأمر من من اولاد العم شربة مي مش قادرين يدخلوا لحظة بكاء واستوعب انه بمكان امن نعم يا سمير شربة مي مش قادرين يدخلوا يا اخوان هسا الدنيا برد بالليل ما الحاف مش قادرين يدخلوا حرام مش قادرين يدخلوا بيستنوا في الامر من بوس الايادي من بوس الصرامي عشان يقدروا عشان يقدروا يدخلوا شربة مية يا اخوان دخلوا لهم اكم من اكم من شاحنة مدخلين شوية شغلات مش مهمة اصلا شغلات مش ضرورية راحت لليونروا واليونروا في الجنوب في جنوب غزة يا اخوان اليونروا موجودة في جنوب غزة والشمال غزة الله لا يردهم مش قادرين يوصلوا لهم حتى الديزل عشان يشغلوا المستشفيات اليوم ضربوا مستشفى يا اخوان اليوم ضربوا مستشفى بس يبوسوا الصرامي يا سمير بس يبوسوا الصرامي وياخذوا الاوكي بدخله سبي الله ونعم الوكيل جوبا بقول لك ابو محمد انا بقدم لك اعتذاري على شيء في نفسي وانت رجل عظيم وانسان عظيم اكثر بكثير مما انت محلل وخبير وعظيم ومضطر اترك البث ربنا يديم عليك الصحه حبيبي يا جوبا يسعد قلبك داخلين اكفان اه داخلين لهم اكفان وسكوت غزه العزه والبطوله والفداء والفخر من محمد الفايز معبر رفح تحت السياده المصريه ولكن لا جدوى لا حياه لمن تنادي انا حكيت في هذا الموضوع يا اخوان صراحه اللي قاعد بصير مش طبيعي طبعا هو موضوع التهجير يا اخوان عشان الكل يكون عارف موضوع التهجير مش موجود موضوع التهجير كذبه طلعناها احنا تمام واسرائيل مشوا معنا زي ما بدنا يعني مشوا قال لك اه تهجير وسينا ومسينا والنقب والاردن وكذب بكذب يا اخوان موضوع التهجير مش موجود اصلا عشان تكونوا عارفين لو انه موضوع التهجير موجود كان اللي راحوا للجنوب ما قصفوهم مش عشان نكون احنا عارفين موضوع التهجير كذبه احنا طلعناها مش هم اللي طلعوها بدايه الحرب يا اخوان ما جابوش سيرة سينا ولا جابوا سيرة أصلا الموضوع هذا كله بداية الحرب بلشوا يقصفوا عن جنب طرف تمام للإبادة الجماعية يعني بدهم يبيدوا إبادة جماعية موضوع التهجير أول ما بلش فيه العرب إحنا حكينا بدهم يهجروهم على سينا وأخذونا عقد عقل عقلنا ومشوا الموضوع إنهم يهجروا الفلسطينيين يا اخوان هذا الموضوع مش بالاجنده تبعتهم عشان نكون عارفين الاجنده تبعتهم كالاتي يا اخوان و وان شاء الله انه في يوم الأيام تحكو من الايام تحكوا الحوراني اجى حكى هالكلمتين الاجنده عباره عن بدهم يخلصوا من المقاومه من حماس تمام مع انه كلمه حماس هاي بتعمل لنا على البث سترايك مش مشكله بدهم يخلصوا من المقاومه بشكل او باخر وبدهم يخلوا غزه موجوده بسكانها يا اخوان ويسووها زي الضفه يخشوا بالدبابه يسحبوا لهم 30 اربعين واحد على سجون ماشي يعني تحت حكم اسرائيل راح تكون هي عبارة عن تحت حكم اسرائيل موضوع التهجير مش موجود يا اخوان لان موضوع التهجير هم خسرانين فيه مش ربحانين عشان نكون احنا فاهمين الـ الـ القضية التهجير قضية احنا طلعناها او كذبة احنا طلعناها وكملوا معانا على قد عقلنا يعني اخذونا على قد عقلنا تمام عاصم بقول لك هسه قبل لحظات قصفوا مدرسه مليانه لاجئين تمام علاء داوود بقول لك في عماره جنب البيت لسه ببنوا فيها كل ما يشتغلوا فيها بالهلتي كان ابن اخوي عمره ثمان سنين ويجي علينا يبكي بفكره صاروخ تمام محمد حرب نفسيه محمد الفايز بقول حسبي الله ونعم الوكيل على امريكا واسرائيل ومن والاهم مصطفى ابو راشد جمله حكاها صلاح الدين الايوبي لن يعودوا الى الاقصى ما دمنا رجالا حسين هل التسلل من الحدود سهل وحل؟ أه التسلل من الحدود يا صديقي ما مش سهل، فيش شيء سهل. ماشي؟ بس مش حل. مش حل. مش حل. القوة، القوة حلها القوة يا صديقي. تمام؟ القوة حلها القوة. وعندك الباقي، أنت عارف. فموضوع التهجير يا اخوان هذا حكي فاضي وكذبه احنا طلعناها ولسه مستمرين فيها. لو نفتح على على الجزيره افتح لكم على الجزيره بتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه يا اخوان. بتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه. ورجيكم؟ انا بورجيكم. هذا على العربيه، على العبريه مش العربيه. قتله وجرحى في قصف اسرائيلي على بوابه مجمع الشفاء طبعا هذا الصحفي المستجد الله يعطيه العافيه بسحبوا فيها اجره مقطوعه هاي هون بقول للشخص بقول له تشاهد معلش معلش لعيون المقاومه يا اخوان لعيون النصر خليه يكون اكثر من هيك شو المشكله؟ ما هو انت ما بتنتصر وما بتصير تمام الا اذا قدمت تضحيات عشان احنا نكون عارفين يعني انت بتقدم التضحيات يا يا صديقي انت لازم تقدم التضحيات عشان تصير عبد الرحيم بقول لك الحجاب وقع والصورة بدت واضحة طبعا اخوان اللي اللي بده يعطينا اتصال اتصال على الواتساب صفرين تسعة ستة اثنين سبعة تسعة ميتين وثمانين خمسة ستتين خمسة للاتصال يا اخوان تقدروا انكم تتصلوا على الواتساب، وأهلا وسهلا فيكم. طبعا موضوع الإشارات والتحليل طبعا إن شاء الله راح نستكمل في موضوع الإشارات والتحليل فيما بعد ذلك إن شاء الله آه راح نحكي في موضوع الـ الـ الإشارات التحليل لكن يعني الوضع الحالي مش متحمل يعني صراحة لا متحمل لا تصوير خارجي ولا متحمل إحنا بس قاعدين مش فاهمين إيش اللي قاعد بيصير. حسن نصر الله قبل شوية عمل له لقاء على رأسي يا نينا على رأسي يا نينا حسن نصر الله عمل له شوية لقاء ولا استفدنا إشي من اللقاء لو لو قمنا عملنا إشي مفيد كان أحسن لنا إحنا قلنا راح يحكي له إشي كثير قوي لكن بس قعدنا نسمع على الفاضي للاتصال يا اخوان هي الرقم. نينا حريق طبعا بلبنان الله يعطيهم العافيه في لبنان ويصبرهم الله اعلم شو وضع لبنان راح يصير لكن ان شاء الله انه الامور راح تكون مثل ما بدنا وزياده. عبد السلام عبده شكرا يا حبيبي على الدعم، شكرا يا حبيبي عبد السلام. عبد السلام عبده طبعا من الداعمين يا اخوان اللي موجودين عندنا في القناه. مشكور طبعا هو بدعم هون وبيدعم بالتعليقات الله يعطي العافية شكرا لك يا عبد السلام على الدعم آه عشان الاستمرارية يا أخوان عشان الاستمرارية سمية حوراني أم محمد الله يعطيك ألف عافية ويسلم ذيكي آه مصطفى براشد لا تتوقع من الشيعة نصر المسلمين آه كله كله على قولة معتز مطر ماشي بقول لك كلها عبارة عن مسرحية يعني هي عبارة عن شو بيعملوا لك شو ماشي وما رايحه غير على المقاومه مش رايحه غير على هذول قال لهم هو حكى لهم كلمه قال لهم ما بدنا حدا يوقفوا مع يوقف معنا لا سمح الله تمام لا سمح الله طبعا محمد ابو غازي بيقول لك محمد معلمي انت والله انك فنان في الشغل كله شغلت على السياق اعطاني معدن شغلت على الزقزاقة وترابيه طلع لي اشارات وقص صخري تمام راح نفتح بعدين بث مباشر يا محمد ابو غازي لتحليل الاشارات ان شاء الله خير. أه نينا بتقول مش فاتح تيك توك ابو محمد، لا لا انا انا اصلا مقاطع التيك توك. بكر نجم وعليكم السلام، احنا على اليوتيوب احنا مش 36 واحد هسه 36 اخ واخت على راسي من فوق احسن من التيك توك المسخره صراحه كله كله مسخره التيك توك. تمام. ما في حدا بده يتصل؟ ما في حدا بده يتصل عادي مش مشكله. طبعا الطفل نفسه يا اخوان راح نشوفه مع بعض هذا نفس الطفل اللي اللي قبل شوي شفناه بقول لك this little boy is smiling again يعني الطفل ابتسم مرة أخرى هذا هو الطفل نفسه بالبداية وهنا الطفل ابتسم مرة أخرى يا أخوان جابوا له لعبه نسى كل الوضع يا اخوان غيرت لكم النفسيه شويه غيرت لكم النفسيه شويه انه الطفل نفسه اللي شفناه قبل شويه قناه تحفيز انا ما عندي ما عندي تحليل على الواتساب يا قناه تحفيز انا للاسف ما عندي تحليل على الواتساب ما عنديش حاليا ما عندي تحليل على الواتساب اللي بحلل له زي عبد السلام عبده من الداعمين في القناه هيو داعم قبل شويه بحلل له وانا حاضر وجاهز وكل ما يبعث لي بحلل له ما عندي مشكله لكن مش داعم في القناه للاسف الشديد حاليا ما بحلل بالمره على الواتساب. حبيبي يا عبد السلام بقول واجب علينا الدعم والتشجيع لانك تستحق يسعد قلبك يا باشا عمر ابو سربل الله ينصرهم غزه. ونوري حياك الله محمد نشكر على المداخله والله الامر مقرف ومصيبه لا يمكن استيعاب ما يحدث المهم نسال الله ان ينصرهم نعم صحيح أه عمر ابو سربي بيقول لا حول ولا قوه الا بالله ترجع لي حسبي الله ونعم الوكيل الله يساعدهم الله الله مش عارف شو بنحكى تمام وفعلا بطلنا عارفين شو بدنا نحكي مش عارفين نحط الحق على مين علينا ولا على مين مش عارفين يا اخوان مسرحية دولية، مسرحية دولية وكله بنظر وفي مجلس الأمن قاعدين بقول لك بدنا ندخل مساعدات وبدنا نوقف الحرب وبدنا نسوي وبدنا نعمل وبعد ما يطلعوا بروحوا بيتغدوا سوا وكأن شيء لم يكن يا اخوان تمام الكل وقف ضد غزة آه غزه يا اخوان مش آه تزعلوش مني هالكلمه مش اولاد حرام غزه فلسطينيه يا اخوان منا وفينا عرب سنه عرب سنه تمام للاسف اللي من اللي واقفين حاليا لو انه كان بالكلام اللي واقفين حاليا هم الشيعة مع اهل غزه والسنه قاعدين بيتفرجوا يا اخوان فقط بيتفرجوا على الاخبار ماشي وهم مش اولاد حرام هم بني ادمين الطفل اللي شفناه قبل شوي هذا بني ادم بيحب وبيكره و... وبلعب و... وكل شيء يا اخوان طفل الله يساعدهم آه نور عيني السلام عليكم السلام آه بقول انت و... او حظك اما توقع في كنز او ما توقع في ال... في الامن آه في غزه هناك شيء يطبخ آه للاسف آه اللهم صرخ اخواننا في نعم للاسف تمام فالكل بنظر يا اخوان والكل بيحكي بسولف و... وبدنا وبدنا نسوي وبدنا نعمل وبدنا نقيم وبدنا نحط و والله اقول لكم اقسم بالله بعد ما يحكوا هالكلمتين انه بيسكروا على الاخبار وبيحضروا لهم مسلسل تركي احسن لهم ايش هو الله اعلم الله اللهم مع الضعفاء والابرياء فكر انا ما بفهم في التقنيه ممكن توضح كيف طريقه دعم القناه طريقه دعم القناه يا صديقي في هي موجود تحت تحت الهاي في حرف الاس معلش ادريش مبين هون ولا لا تحت الهاي في حرف الاس خليني بالله اورجيه يا, يا اخوان معلش اذا مبين ولا لا هي في هون حرف اس شايفه تكبس عليه يا صديقي هذا الدعم شايفه هذا هو الدعم او في الانتساب الانتساب وينو الانتساب مش شايلين الانتساب هم شايلين الانتساب ما بعرف <applause> تمام المشكلة انهم مدنيين فقط اه ما هو المشكلة انه ما آه مش شايفين والله حدا من حماس استشهد يعني آه صراحة هم عبارة عن خمسين واحد بجوز اللي استشهدوا في بداية في بداية الحرب آه خمسين واحد اللي استشهدوا والباقي كلهم مدنيين يعني ما فيش أصلاً ولا قادرين اصلا يوصلوا لا لانفاق ولا قادرين يوصلوا لحكي الفاضي هذا كله تمام وهم عباره عن حجه مخلينها حجه انه والله هي هم موجودين في البيوت بدنا نسوي بدنا نعمل وقاعدين بيقتلوا اصلا في حالهم هم بيقتلوا في حالهم واحنا قاعدين بنشوفه اصلا من الفيديوهات اللي من المقاومه صراحه شيء بيبيض الوجه صراحه شيء بيرفع الراس الله ينصرهم أه جامعة الجامعة العربية يجب أن تصبح جامعة إسلامية تجمع كل الدول الإسلامية لملء الفراغ والله هي تصير جامعة أصلا جامعة جامعة تكنولوجيا أحسن لهم ما حدا سمية حوراني بتقول ما حدا قادر يستوعب ولا يتحمل اللي عم بيصير نعم صحيح قناة تحفيزها متابعينا كرسلك لك صور وانت حلل في اليوتيوب يا صديقي لك هسا احنا بنحكيش عن التحليل لو سمحت حسين سؤال في بالي جيش ال كلهم من اصول غزاويه ولا من الخارج لا يا صديقي من اصول غزاويه طيب شو اللي بيخلي سالوا سالوا شخص من المحللين قالوا له شو بيخلي اهل غزه آه ما يرفعوا الراي البيضاء وما يعلنوا استسلامهم مع انهم مدنيين وبتعرضوا لقصف وبموت منهم كثير يعني بيستشهد منهم ناس آه اللي اخوه اللي ابوه اللي عائلته كلها 35 شخص اللي شالوهم من الاحوال المدنيه اللي شالوا الاسم العيلي كامل شو بيخليهم ما يستسلموا او شو اللي بيخليهم ما ينقلبوش اصلا على المقاومه ليش انا هم اصلا هم اصلا من المقاومه يعني الام اللي طلع ابنها مع المقاومه كانت تدعي له الصبحيات وهو طالع هو رايح يستشهد تدعي له بتقول له روح يا بني الله ان شاء الله يفتحها بوجهك هو رايح يستشهد يا برجع يا ما برجع هو اصلا يعني الطفل اللي تربى لما نيجي بنحكي عن آه عن اهل غزه آه 50% منهم آه تحت السن القانوني يعني او تحت آه خلينا نحكي تحت ال 15 سنه ما فيش عندهم كبار كله صغار لانه الكبار ذبحوهم زمان تمام فكلهم صغار تربوا على آه على الحصار تربوا على على القصف وتربوا على الامور هاي اصلا يعني هو طالع جاهز مخه جاهز آه قدامه شيء واحد طبعا آه الحديث كان انه اغلب اللي استشهدوا في 7 اكتوبر يا اخوان كانوا من حفظه القران تخيلوا حافظ القران كامل كانوا حفظه قران اللي طلعوا استشهدوا تخيل الموت تبعهم او الاستشهاد تبعهم قديش مفرح حافظ للقران مصلي تمام ورايح قدامه بس في سبيل الله بس في سبيل الله وفي سبيل القضيه وفي سبيل فلسطين وفي سبيل الاقصى النصر صبر ساعه نعم يا لؤي الجيسي اخوان اللي اللي من فلسطين يحكوا معانا على على الواتساب يرنوا علينا على الواتساب رن علينا يا لؤي على الواتساب يا صديقي خلينا نشوف شو اخباركم وشو الوضع عندكم في فلسطين تمام بفلسطين الداخل نشوف شو الوضع برضه خلينا يعني نكمل هاي المواضيع في موضوع بسيط ثاني راح احكيه بالنسبه للاسياخ والوكلاء يا اخوان حاليا الوكيل الوحيد الموجود عندنا يا اخوان هو ابو علاء من لبنان ابو علاء طبعا هسه مش فاضي نهائيا تمام بس الوكيل الوحيد عندنا موجود هو ابو علاء من لبنان بالنسبه للاسياخ فقط لا غير لا عندنا موجود في اليمن ولا في الجزائر ولا في اي مكان موجود بنرد على لؤي القيسي حبيبنا يا استاذ لؤي يسعد مساك الجميع يا رب حبيبي يا لؤي يسعد قلبك طمنا يا صديقي انت من من الداخل من من الضفه الغربيه طمنا كيف الوضع عندك يا صاحبي حيا الله باهل نابلس يسعد قلبك حياك الله حياك الله يعني كنا جرح واحد وكنا يعني مشكله واحده وكنا يعني طب شو شو الوضع عندك؟ شو شو الوضع عندك يا الوالد؟ برضه عندنا في نابلس نفس الشيء يعني في مواجهات في يعني حرب وين مكان يعني الحرب الكل مستهدف يعني انا ترى على دوام من نابلس على منطقه ثانيه الحواجز الطرق يعني الواحد بيطلع ممكن ما يرجعش حرب وين مكان الله يصبرهم والله الله يصبرهم ويصبركم والله العظيم يا زلمه اقول لك اقسم بالله العظيم الواحد صار يصبح على اخبار ويمسي على اخبار ينام يحلم في الاخبار مش عارفين نعيش اقسم بالله العظيم احنا مش هون في الاردن والله ما احنا عارفين نعيش انا داري عنكم كيف عايشين أنتو؟ بس حد احنا ارض رباط وانت عارف هذا شيء معروف ارض رباط احنا ليوم الدين فيش هي بل عمره ما يكون كل السلام فيها على الفاضي فيش سلام طب اسال اسال سؤال انا مل... سؤال محيرني اسال تفضل يا اخي اللي 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 بيطلع عشان يستشهد شو بتكون الفكره عنده؟ والله يا صديقي يعني انتم هسه انتم انتم في في هاي الحرب وانتم في هاي المصيبه خلينا نحكي طيب اللي طالع يستشهد شو بكون يفكر اصلا من البدايه خلينا نحكي يعني هو طالع وعارف حاله انه هو مش يعني راضي يعني هو مش عايش فيش يعني حياه فيش يعني رفاهيه فيش اي شيء يعني حتى الواحد انه يروح على الاقصى على المسجد الاقصى يصلي يحس بلذه الصلاه في المسجد الاقصى محروم فيش شيء يعني احنا في سجن بس كبير شوي يعني اليوم 5500 واحد صلوا في الاقصى برا طبعا برا الاقصى صلوا مش داخل الاقصى 5500 واحد هذول صحيح هذول يعني من حملة ال... من يعني من نفس القدس هذول الاشخاص فيش أه حدا من القف انه فات على القدس يصلي الله يعينكم والله يعين. الله الله يعينكم قسما بالله يا رجل الله يعينكم بس انا هو قلت لك انا شعور اللي اللي طالع عشان يستشهد نفسي احس بهذا الشعور صراحه لانه انت عارف لما انت تطلع على مكان وخلص ومتوقع انك انت مش راجع ماشي وانت طالع في سبيل الله يعني هي في النهايه طالع في سبيل الله اوكي عشان الاقصى وعشان غزه وعشان كذا بس انت طالع في سبيل الله ماشي فالشعور هذا بس انا نفسي اعرف اعرف شو التفكير تبعهم صراحه بس هذا اللي نفسي اعرفه انه خلص باع الدنيا باع الدنيا باع كل شيء وطالع بس عشان يستشهد ولا كيف سؤال صعب يعني <تصفيق> سؤال سؤال <applause> سؤال صعب سؤال صعب <تصفيق> <تصفيق> فعليا سؤال صعب انت اليوم اليوم الشخص حدنا عامل الاردن مثلا الشخص طالع والله عنده دوام اليوم مثلا عنده شغل بده يطلع عشان شغله بده يكسر الدنيا عشان يشتغل وعشان يجيب مصاري وعشانها طب هذا هل الشخص هذا اللي طالع لا هو سائل في شغل ولا هو سائل في دنيا ولا هو سائل في إشي ولا يا سبحان الله سبحان الله هالشعور هذا يا لؤي والله العظيم أنا ما مش ما بقدر أوصفه صراحة صراحة ما بقدر أوصفه تمام إحنا إحنا الشباب يعني وصلوا لمرحلة يأس يعني مش قادر يأمن مستقبل مش قادر يعيش مش قادر فيش أمان فيش, فيش إشي اه إحنا بالأساس لأنه من المدن الساحلية والحيفة ويافا وعكا وفرعانة هسه المناطق اللي هي تعتبر جبلية اللي هي نابلس الضفة الغربية جبال ومع ذلك اجوا يلحقونا على الجبال بدهم يطلعونا من الجبال يعني هم ما بده يشركوا يعني مش انه بقول لك احنا بدنا نعيش مسالمين دولتين مع بعض بس هم ما يعني مش مش ماشيين على الموضوع يعني حتى الضفة اللي هي جبال بدهم يطلعونا منها مش تشيلنا بحالنا فيها بقول لك شيء يعني الشيء الواحد يعني شو بده يضل شو ضل في الدنيا ما ضلش شيء يعني ما ضلش يعني ما فيش فيش يعني يعني يا حياه يا اسمع يا حياه بعزه يا يا استشهاد يا يا استشهاد يا, يا, يا حياه بكرامه يا الله ليش يشيل حياه خلص هو آه هو هو هيك يعني عمر ابو سربل بقول غريزه ويقين بالله طبعا يقين بالله دائم هذا على طول لانه آه ربنا وعد آه الشهيد ماشي بمنزله آه كثير يعني مش بعرفش في ايش وعده بالضبط في ايش وعده يا لؤي ربنا والله الشهيد له يعني كرامات كثير يعني اها آه هو مش ميت هو يعني ولا تحسب له امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون نعم no. هذا شيء كبير هو حي مش ميت اولا صحيح وثانيا و... في له حساب تقريبا يعني و... ولا يغسل وله يعني سبعين من الحور العين الله اعلم شو من الحور العين يعني كثير شغلات يعني وعد الشهيد ب... ب... بجنه عرضها السماوات والارض صحيح صحيح تمام فشو الحياة شو الحياة مقابل وعد من رب العالمين شو الحياة مقابل هذا الوعد واللي بوعدك مش شخص اللي بوعدك ربنا مية 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 صحيح يعني رب الكون بوعد يعني اذا وعد اوفى طبعا اذا وعد اوفى طبعا حبيبي لوي ازعجناك يا حبيبي لا الله يسامحك عليك نفس الواحد شوي من الضغط والكبت يعني عن جد الحياة صارت صعبة صعبة جدا جدا يعني مش عارف حلو. الواحد أنا عندي ولد يعني هسه عمره 18 سنة يعني بيطلع بخاف ما يرجعش يعني بدي دمه ساير بده يروح على وين نقاط التماس بده أبصر إيش في يعني الحياة في كلها خوف في خوف في شيء في شيء أمان بالمرة نهائيا أنا يعني بدي أطلع من مدينه لمدينه يعني 70% مش رح ارجع هيك الكل يعني انه مستوطنين قطعان المستوطنين دولة يعني زي الوحوش وحوش بشريه نعم بيجو بيجوا بيجوا السيارات بتخطفوا السيارات يعني شيء مش طبيعي يا زلمه يعني حياه يعني هو اللي صار 7 اكتوبر وهذا كله تنفيذ لهذا الشيء يعني الشعب انضغط الأقصى فيش كرامات، فيش شيء انهانوا المصلين في الاقصى، الحرمات تيكت يعني على قد 7 اكتوبر يعني. وطبعا شيء اكيد ما هو كثر الضغط بيولد الانفجار. الانفجار صحيح. هي حكومه هسه الحكومه تاعتهم حكومه يعني مش طبيعيه يعني في حكومات قبل كانت يعني ألياً تاخذ وتعطي هسه فيش بقول لك بس القتل للعرب، القتل للعرب. آه مش سائلين حتى اقول لك اللي معاهم الجنسيه الاسرائيليه تمام اتوقع انه جايهم الدور كمان يعني حتى العرب اللي هم 48 اتوقع جايهم الدور لانهم عرب عرفت؟ صح العرب 48 انت طلع على الاجوار بتاعتهم طلع على العلم العلم ازرق ازرق يعني من النيل للفرات يعني حتى أنت الاردن جايكم دور مصر جايها دور كل جاي دور هاي اسرائيل الكبرى من البيل للفراق فش فيها نقاش والكل نايم حدا سائل والله ما حدا سائل والله العظيم ما حدا سائل حبيبي يا أخويا لو لؤي خلينا نعطي مجال للثانيين كمان يتصلوا يسعد قلبك يا حلو حلو. حلو. والله حلو. الله حلو. الله ينصركم الله ينصركم دائما الله ينصركم يا رب امين يا حبيبي يا لؤي قلبك سمعتوا لو اي شو حكى يا اخوان بقول حتى هم يعني هم بالضفه ترى مش مش امان في الضفه عشان نكون احنا عارفين يعني حتى بالضفه مش امان تمام غيث الاحمد اللهم صر اخوتنا في فلسطين عمر ابو سرب الدنيا ثانيه نياله يعني اللي كسب الشهاده بدم حر كل الاحترام حسن بقول اللهم ارزقنا الصلاه بالمسجد الاقصى وعمر ابو سرب بقول لك غريزه ويقين بالله نعم يقين بالله أه محمد بقول ذهنيه الشهداء هي أه قتال النصر او الشهاده والنصر هو حصد اكبر عدد ممكن من الخنازير لان لا يمكن تحمل الخسائر البشريه، نعم صحيح جبنة هم اصلا جبنة أه نينا بتقول الله يحميكم ايوه يحمي فلسطين باكملها، قناه تحفيز بقو بقول يا حياه بعزه او شهاده بكرامه، محمد ابو غازي والله نحن عايشين نفس اللي عايشينه أهل غزة نحن في الشمال السوري نحن الأصعب أنه عدونا من عنا بنفس أرضنا طبعا الله ينصر إدلب يا أخوان على اللي قاعد بصير فيهم لأنه فعليا إحنا برضو يعني عارفين شغلة إحنا قاعدين نتفرج على غزة وناسين سوريا فكرة يعني اللي قاعد بصير في سوريا لسه أعطل من اللي قاعد بصير في غزة عشان نكون عارفين حسام يقول 7 أكتوبر كان نهار بمثابة زلزال هزة كيان آه هز حياكم الله يا اهل العزه آه غزه العزه بدي اشوف الاخ آه رن آه بدي اشوف هو ليش رن اصلا فمش عارف آه راح نقول له تفضل طبعا هسه في ناس راح تيجي تنظر راح تقول لك الحوراني والله الحوراني فتح بث على غزه عشان آه يتكسب من من غزة لا يا صديقي أنا مش سائل يا صديقي كل البث المباشر ما بيجيبش ليرة عشان يكونوا عارفين البث المباشر كله على بعضه ما بيجيبش ليرة بس أنا حبيت أفتح هذا البث بصراحة زي ما قال لؤي عشان ننفس شوية عن اللي جواتنا لأنه اللي قاعدين بنشوفه 24 ساعة أخبار و24 ساعة فيديوهات وصور يعني الواحد بطل يستوعب إيش اللي قاعد بصير صراحة تمام هو بنفسه انه يعمل شغلات كثير لكن ناس موجوده عايشين بدون اكل وبدون شرب بيشربوا ميه البحر بيشربوا قاعدين ميه البحر يا اخوان مية من ميه المجاري هسه راح ينظروا ويقول لك الحوراني حيفتح والحوراني بيحكي والحوراني فتح على موضوع غزه وموضوع هذا انا هذا اللي بقدر عليه يا صديقي اللي انت راح تنظر وبعد المباشره هذا راح تنظر انا هذا اللي بقدر عليه وبقدر اني اقدم الكلمه يا اخوان زي الشيخ الحسنات لما قال قال اذا بتقدر بالكلمه لانه الكلمه مرات وقعها اصعب من وقع الصواريخ والهاي فحتى بالكلمه اذا احنا قدرنا انه نوصل الكلمه فهذا شيء اللي بنقدر عليه تمام احنا بنقدر على الكلمه يا أخوان. اجتماع يا ابو محمد حبيبي يا عمر ابو سرب اللي قلبك. هذا اللي رن شكله برن عشان تحليل الاشارات اصلا تمام. اه حسين لا بالعكس لازم كل واحد يحكي عن غزه وكل مواقع طبعا يا صديقي انا بس حبيت اوصل لكم فكره فكره انه شو شو شعور الشخص اللي موجود تحت الانقاض تمام في تركيا في تركيا قلت لكم كل العالم من ضمنهم بلادنا العربيه بعتوا لتركيا تمام ولمنطقة علمانية فعليا المنطقة اللي صار فيها الزلزال منطقة علمانية و... وسيئة جدا يعني عشان نكون احنا عارفين اه سيئة جدا اخلاقيا تمام اه بجوز اهل تركيا بيعرفوا اللي انا قاعد بحكي عنه سيئة جدا اخلاقيا يعني اللي, اللي موجودين كانوا هناك اه اه اذا بدكوا الامور غير اخلاقية بتروحوا على المناطق هاي فكل الدنيا بعثت لهم مساعدات طفل يا اخوان طفل وقع في في ماسوره تتذكروا هاي القصه اللي صارت الطفل وقع داخل مصورة او داخل حفره كل العالم راحوا عشان ينقذوه طلعوه من من الحفره اللي هو كان موجود فيها لكن طفل من غزه موجود صار له اسبوع تحت الانقاض طلعت ريحته عفن عفن تحت الانقاض ما حدا كلف خاطره يقول ايش كان شعوره اصلا قبل ما يموت تمام طفل صلوا اسبوع اكثر من اسبوع في اطفال صلها صلها من اول الحرب من 7 اكتوبر تحت الانقاض عشان نكون عارفين من 7 اكتوبر وهم تحت الانقاض فاحنا بالكلمه اذا قدرنا ان ندعم بالكلمه فان شاء الله انا بتوصل كلمتنا احنا بنقول شاركوا البث مش شاركوا البث عشان انا انشهر لا انا مشهور وخالص تمام بس انتم شاركوا البث عشان توصل كلمتنا احنا احنا الناس البسيطين جدا احنا لا سياسيين يا اخوان ولا بنحكي بالسياسة ولا بنحكي بهاي الامور احنا ناس بسيطين عشان يعرفوا الكلمة اللي بتطلع من الناس البسيطين مرات بتكون ايه بتكون لها وقع يعني قوي شوي تمام في حدا حاب يتصل من اهلنا من فلسطين كمان اذا حدا حاب يتصل هاي الرقم موجود رقم الاتصال على الواتساب يا اخوان تقدر انك تتصل وبتقدر انك توصل كلمتك اذا كان عندك كلمه حاب انك توصلها طيب راح نشوف كمان فيديو يا اخوان سريع هيك الام ام بتودع طفلها أم دقيقة.

ابنها راح في في قصف الله يرحم صدام حسين طبعا الله يرحم صدام حسين كانت كلمته توصل ابنها راح في قصف يا اخوان في اطفال كثير انولدوا شهداء انولدوا شهداء تمام آه في عمليه سووها ل مرة مع القصف طبعا هي استشهدت تمام طلعوا من من بطنها لقوا في بطنها طفل وكانت حامل ولقوا في بطنها طفل وطلعوا تخيلوا انه هو عايش هو طلعوا عايش تخيلوا انه طلعوه بعد اربع ساعات من ما استشهدت امه تمام يعني ولدته هي مستشهده عشان نكون عارفين تمام فاحنا كلمتنا احنا بدنا نوصلها باي طريقه يا اخوان باي طريقه دعم غزه ودعم الفلسطينيين واحنا احنا اصولنا فلسطينيه يعني هي احنا بنحكي قاعدين عن بلدنا بلدنا اللي اللي احنا لا عارفين ما لناش حق العوده اصلا يعني احنا نحكي حق العوده حتى لو رجعت فلسطين ما لناش حق العوده تمام يحيى بقول لك زياده قيصريه قبل موعده نعم كانت مستشهده امه ف تخيلوا اطفال كثير يا اخوان مش معروف هسه مين ابوهم مين امهم لانه كلهم استشهدوا تمام فبتلاقوا هالطفل عايش هذا وين بدهم يروحوا فيه مش عارف هو ما فيش التبني حرام فهم وين بدهم يروحوا فيه مش عارفين لمين بدهم يعطوه وين شو طب هذا الطفل لما يكبر ويسمع بالحادثة هاي اللي صارت لأنها راح تكون في التاريخ عندهم الحادثة هاي اللي صارت يا أخوان ويعرف أنه أهله كلهم استشهدوا شو متوقعين من هذا الطفل أنه يكبر شو يصير أنتم شو متوقعين أنه يصير بس عشان نكون عارفين أنتم شو متوقعين الطفل هذا يصير مش راح يصير مقاومة راح يصير مقاومة تمام ما هو هذا خطأ خطأ إسرائيل لأنها إسرائيل قاعدة بتعمل أعداء لها يعني هي هسه قاعده بتعمل أعداء بالزيادة 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 بالزيادة, بالزيادة. يحيى بقولك الله يرحمه الله يرحمه سمية حوراني الله ينصرهم ويصبرهم يا رب غيث الأحمد حسبي الله ونعم الوكيل ينتقم من كل ظالم آه عمره بسبب المشكلة مش باللي بيموت المشكلة إنك تعيش بدون إيد أو رجل أو إلى آخره يقول هاي بسيطة مش مشكلة بس المشكلة إنك آه آه كل الأحباب الموجودين انتهوا في هاي اللحظه يعني في لحظه القصف انتهوا ضلك انت اللي عايش سال في مذيع او صحفي من قناه الجزيره بيسال بسأل شخص بيقول له انت مين توفى لك قال له كلهم ماتوا قال له طب انت ليش عايش ساله سؤال يا اخوان ماشي على الجزيره قال له انت ليش عايش اللي ساله هو زقوت هذا من من فلسطين الصحفي زقوت فقال له انت ليش عايش تمام قالوا عايش عشان اجي في يوم من الايام ارجع لهم في شخص ثاني ابنه استشهد تمام الكلمه الوحيده اللي كان يحكيها يقول اصبر يابا راح يجيهم الدور وانا اللي راح افجرهم تمام هو كان يقول انا اللي راح افجرهم تخيل اخوان يعني عملوا برضو مقاوم جديد يحيى الزعيم فلسطين هي اولى اولى من بلدي لا يوجد وطن قضيه الوطن هذا ملعوب عربي القدس ارض مباركه وهي من اوليات كل مسلم وهي اهم من بلداتنا اسد مقاوم نعم راح يكون اسد مقاوم هذول الاطفال اللي بتحكي عنهم مشروع مقاومين نعم صحيح نعم صحيح مو هاي الشغله اللي ما بيعرفوها الاسرائيليين يعني ما بيعرفوها انهم هم قاعدين بيعملوا مقاومين جداد يعني هسا اوكي هاي الموضوع موضوع غزه بيعود بينتهي يعني خلص بتخلص القصه بهدنه او بتخلص ب بطلبات المقاومه طبعا طلبات المقاومه هي تنظيف السجون على عن بكره أبيها يعني طلعوا لك سجون نظيفه فهي راح تخلص القضيه في النهايه لكن الماساه اللي صارت راح ظلها محفوره في قلوب الاطفال هذول تمام عمرهم ما راح ينسوا شو صار فيهم، اللحظة اللي قاعدة بتصير هاي عمرهم ما راح ينسوها. بس. السلام عليكم أخوي شلون صليتكم ورد؟ شو بس شو بيبعد؟ انا من العراق بالكردستان وبالمنطقة يمنا بالكرمان اسمها كرمان هذا هذا بيحكي عن الإشارات مش مهم الموضوع. تمام اخوان؟ آه كرة الثلج بدأت تتدحرج وكل يوم بتكبر يحيى زعيم طبعا أعطونا تعليقات يا إخوان تعليقاتكم ترى مهمة يعني إحنا قاعدين بنحكي عن الكلمة اللي قاعدين إحنا بنحكي عن كلمة إنك أنت بتقدر تدافع لو كلمة يا إخوان تمام كرة الثلج بدأت تتدحرج وكل يوم بتكبر آه يحيى بقول لك لا أظن أنها سوف تخلص هذه المرة أبو عبيدة أكد أنها حرب تحرير تمام احنا حكي احنا ما بنحكي هي اخرتها راح تخلص يا اما بالتحرير والانتصار يا اما الله اعلم كيف بدها تخلص تمام وهو اتوقع انه راح يكون تحرير وانتصار و و وقضيه فلسطين رجعت للميدان القضية الفلسطينيه رجعت للميدان يا اخوان ورجعت القضيه الاولى في الكره الارضيه مش في الوطن العربي لا في الكره الارضيه ورجعت مناقشه القضيه موجوده والحل اللي قاعدين بحطوه هم حل الدولتين وهذا اكبر خطا يا اخوان هي دولة واحدة تمام دولة فلسطين وعاصمتها القدس ما في شيء اسمه حل الدولتين لانه انت حل الدولتين راح تخلي في اشي اسمه اسرائيل في المنطقة فاحنا ضد موضوع انه يكون في اصلا اسرائيل في المنطقة آه على قولة آه آه بسام باسم يوسف باسم يوسف بقول لك طيب يعطوهم آه ولاية آه شيكاغو ما دام هالقد يعطوهم ولاية شيكاغو وخلوهم هناك يعني ليش اعطوهم ولا يسووا دولة اسرائيل هناك ماشي بس هم ما بدهم هم بدهم يخلوهم هون يعني هي القصه أنا مظلوم. هون آه مجزرة مجزره هلق بمدرسه آه تأوي نازحين نينا بتقول هسة في مجزره في مدرسه تأوي نازحين آه صبحي سواس وعليكم السلام حسين بقول لك انا سمعت انه اللي بيموتوا اهاليهم آه بيموتوا اهاليهم بربوهم آه تحت الانفاق اللي هم المقاومه تحت الانفاق وبجندوهم معهم تمام هم ايش بدهم يعملوا فيهم غير هيك ايش بدهم يعملوا فيهم غير هيك ستيف تايجر الله يسعدك محمد هاي بشارات النصر باذن الله الله غالب طبعا الله غالب بيوتي لاند سوف تتحرر الشعوب البشريه نحو الافضل باذن الله عادل بقولك لك لازم ندعي لاخواننا نعم الدعاء مهم جدا على قولة الشيخ اللي طلع هذيك اليوم بقول لك احنا بنطلع على المظاهرات المظاهرات هاي غلط لانه فيها بونجا بونجا على قولته فيها اختلاط اختلاط ما بين الشباب والبنات فعشان هيك بقول لك ما تطلعوش مظاهرات بعرفش اذا الفيديو او ما حضرتوه يعني اه لانه فيها اختلاط اما اما حفلات اللي قاعده بتصير الحفلات اللي قاعده بتصير هاي مش اختلاط هاي لا مش اختلاط لبسوهم اه حمير لبسوهم اه قناع حمير وخلوهم يرقصوا في الشوارع اه حسين بقول لك هاي لعنة القرن الثامن حلت عليهم مش مطولين هم خايفين من لعنة القرن الثامن أصلا أه صبحي سواس منصورين بإذن الله والنصر قريب أه شيخ أبو شيرين آه حسين بجوز حضرته أنت يا حسين لما لما قال الاختلاط عشان هيك ما تطلعوا اصلا عشان غزه لا تطلعوا المظاهرات لانه راح يكون في اختلاط وهذا حرام ما بيصير اما تركي ال الشيخ هذا عادي مش مشكله مش بناتنا تركي ال الشيخ تمام أه سووا افتتاح ل لبوكسنج ولا سووا افتتاح ل لبطوله الاتاري أه محمد بيقول لك الغرب بدعمه بدعمه للكيان المطلق فتح جبهه ثانيه بعد الجبهه الاوكرانيه خلي عادي ما في مشكله مجزرة جديدة في قطاع غزة استهداف مدرسة طيب شو رأيكم نفتح على أه الجزيرة نشوف هاي هون شو شو اللي قاعد بصير. بقول لك هنا مراسل الجزيرة شهداء وجرحى بقصف إسرائيل استهدف مدرسة تأوي نازحين منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. يعني بلشوا بلشوا كمان بالمدارس وبلشوا في الأمور هاي يعني خالد حمد مجزرة جديدة في قطاع غزة استهداف مدرسة يحيى زعيم إسرائيل فشلت في حرب ولديها خسائر كبيرة أه صديقي هم تورطوا خلينا نحكي الـ الـ المزبوط. هسا هم تورطوا يا صديقي خلينا أنا أحكي سلافة اليوم بس نشوف وجه نتنياهو بنشوفه زي الصورماية يعني كيف الصورماية نفس الإشي يا أخوان تمام او وزير الدفاع تبعه آه بنلاقيهم فعليا فعليا زي البوت الأربعة واربعين نمرته 44 تمام في بدايه الحرب كانوا مبسوطين كانوا يضحكوا هسه بتلاقي حتى عينيهم تحت عينيهم سواد مش بناموش بناموش وهم قاعدين بس بيحاولوا يعملوا اي شيء صاروا فعليا زي الكنادر تمام ف آه تورطوا واتوقع ثلاث ارباع القصف اللي بصير على غزه بدون اوامر اصلا صار عندهم هوس صار عندهم هوس انه يضربوا كيف ما كان لانه هم من البدايه اخذوا امر انه يضربوا كيف ما كان فاتوقع انا بالنسبه الي اتوقع انه صار القصف عشوائي يعني وين ما يجي يجي بمدرسه بمستشفى بمسجد بكنيسه باي شيء المهم يقصف يخلص التارجت تبعه يخلص كم من صاروخ تبعه ويسحب حاله ويروح اتوقع هيك تمام وأتوقع أنه أصلاً لأنهم هم بيشتغلوا بدون أوامر قاعدين أنه إسرائيل قاعدة بتتورط أكثر وأكثر عشان نكون عارفين إحنا ماشي فهذا فشل فشل ذريع للحرب فشل ذريع يا أخوان وانتم لاحظوا أنه القصف صاير بطريقة عشوائية وليس بطريقة مثل القصف بداية الحرب تمام؟ هسا صارت وين ما تيجي تيجي أه بسال وين المشايخ اللي حلت حللت القتال بسوريا والعراق؟ هذول مش مشايخ يا صديقي أه تحية من لبنان المقاوم لكل عربي مقاوم حر علي رويلي وعليكم السلام أبو ربيع أحلى أبو محمد منور يحيى الزعيم فشلهم بفرغوه في الشعب بيقصفوا بدون ما ما يستوعبوا هم إيش بيعملوا عشان تكون عارف تمام أه صارت صار الوضع حقد أه بس أما فيش أوامر ما في أوامر يعني لما قصفوا المستشفى المعمداني آه اللي صار انه القصف بدون اوامر اتورطوا اسرائيل مش عارفين كيف بدهم يلملموا الموضوع قال لك اللي هذا اجى من من المقاومه من آه المجاهدين في المقاومه هذا الصاروخ اجى بالغلط معاهم تمام فما عرفوش شو بدهم يسووا صراحه حسين احسن شيء اللي بيفجر دبابه من مسافه صفر تخيل حط القنبله فوق الدبابه حط الهايك فوق الدبابه وراح عادي بتحس حالك تحضر فيلم مش حقيقه تمام نسيم نعيمي يسعد قلبك مساء الخير تمام هم تورطوا يا اخوان عشان نكون عارفين اللي بده اللي بده يتعامل مع الغزوية بده يتورط غصب عنه تمام خالد حمد ابو محمد قسم مدنيين ومناطق الخدميه والطبيه هو ايش هو لثني عزيمه المقاومه ونيل منهم وهي ابشع الخطط العسكريه طيب نحكي عن الخطط يا اخوان اللي هم قاعدين شغالين فيها بنحضر فيلم نحضر فيلم اجنبي عن شخص شخص بيستولي على على بنك او بيستولي على مكان في رهائن تمام افهموا افهموا القصه كالاتي شخص بيستولي على مكان في رهائن فبتيجي الشرطة الأمريكية أو الشرطة اللي من عارف إيش هي ماشي بيجوا عشان يفوضوا المختطف هذا أو يفوضوا العصابة هاي أو الأشخاص هذا ولا بدهم يفوضوهم شو الطريقة اللي بفوضوهم فيها بالبداية يا أخوان بيستنوا يشوفوا طلباتهم بالبداية بيستنوا يشوفوا طلباتهم هاي أول مرحلة المرحلة الثانية إذا ما قدروا إنهم يقدموا الطلبات اللي هم طلبوها بيقطعوا عنهم الكهرباء تمام؟ بيقطعوا عنهم الكهرباء يعني هو نظام اصلا نظام فيلم بيقطعوا عنهم الكهرباء بعدين بيقطعوا عنهم اي شيء ممكن يوصل معلومات او يطلع معلومات من الداخل من داخل المنطقه اللي هي اللي في داخلها الرهائن او الى اخره ماشي بيقطعوا عنهم النت بيقطعوا عنهم الى اخره فبشو بشعر الاشخاص اللي جوا اللي اللي مختطفين هذول الرهائن او الى اخره شو بشعروا بشعروا بالعجز انهم هم مش قادرين اصلا لا يوصلوا معلومه ولا ياخذوا معلومه من برا تمام ثالث اشي يا اخوان بيعملوا عليهم هجوم او دخول مفاجئ احضروا بالافلام الافلام الاجنبيه اللي بيكون فيها دخلوا على بنك او دخلوا على مكان احتلوه او الى اخره بيعملوا عليها هجوم مفاجئ بيدخلوا بيقتلوا وبيطلعوا ما بيخلوا ولا واحد من الرهائن عايش او من المختطفين ما بيخلوا حدا عايش نفس النظام قاعدين بيستغلوه او او بيستخدموه على غزه نفس النظام قطعوا المي والكهرباء قطعوا الامور النت قطعوا النت قطعوا كل شيء عشان يحشروهم وعشان يخلوهم يستسلموا لكن هم ان شاء الله منصورين وما في استسلام هذا اللي احنا عارفينه احنا منصورين وما في استسلام تمام فيلم اجنبي قسم مدني ومناطق خدميه وطبيه اوكي، آه رضا بصمه عار تبقى في التاريخ لكل حكام العرب الى يوم الدين لك لك الله يا فلسطين. آه خطه امريكا هي ايجاد سبب لدخول الحرب واعطائها سبب لمسك زمام الامور لتغطيه فشل اسرائيل. تمام، آه غزه مقبره الصهاينه وكل المجازر تعبير عن فشل وجبن. تمام انا طبعا بعرض القناه بالبث هذا انا بعرض القناه طبعا للخطر يا اخوان لانه اليوتيوب مش سامح في كثير كلمات مش سامح فيها اليوتيوب فانا بعرضها للخطر وطز في القناه ماشي مقابل الكلمه اللي احنا بنحكيها يا اخوان آه يحيى اللي بقول لان اسرائيل لا تستطيع ان تعلن وقتها للحرب آه كي لا تعتبر فشلت ولهذا راح تبحث امريكا عن سبب ظاهري سواء كان في ادخال ايران او حزب الله لدخول الحرب مباشره وتغطيه فشل اسرائيل تمام الفكره الان كالاتي يا صديقي يا يحيى الفكره كالاتي الان بيحكوا عن هدنه تمام الهدنه هاي راح يستغلوها انه لك الهدنه لادخال المساعدات وادخال المساعدات الطبيه واخراج الاجانب الموجودين في غزه واخراج الجرحى الموجودين في غزه لمصر لطلب الهدنه في الموضوع هذا هدنه انسانيه تمام لكن هي اعلان وقف الحرب من جهة إسرائيل لكن إعلان بطريقة منمقة أو بطريقة يعني على قولة الإسرائيليين ريقة ريقة تمام بطريقة لطيفة يعني إعلان هدنة راح تكون موجودة طبعا هسه راح نشوف موضوع الهدنة كثير راح ينحكى فيه وراح يتدخل فيه أمريكا وراح يتدخل فيه كثير ناس ومن ضمنهم العرب راح يحكوا في موضوع الهدنة عشان يحفظوا شوية مية وجه إسرائيل مية وجه نتنياهو تمام يحفظوا مية وجهه فرح يحكوا في موضوع الهدنة الهدنة طبعا غير مشروطة راح تكون بالأسرة والأسرة راح يصير تبادل بينهم وبين الأسرة الموجودين في السجون الإسرائيلية إن شاء الله بنطفوهم كلهم ما بتخلوا ولا واحد من الأسرة الموجودين في السجون هذا هذا هو اللي راح يصير حاليا تمام هسا بيحاولوا هم يخلصوا كم من عمارة اللي ضايلين أكم من بيت اللي ضايلين عشان يحفظوا ميت وجههم بس تمام عشان ما ينزلوهم على المحاكمة لأنه النتن راح يخش على المحاكمة كبداية فهسا الموضوع كالآتي راح يصير هو المطالبة بهدنة وراح تكون مطالبة فعليا جلوبال يعني عالمية كلهم بيطالبوا بالهدنة فراح ترضخ إسرائيل لأوامر أمريكا في طلب الهدنة لكن هي مش هدنة هي وقف لإطلاق النار راح يكون عشان حفظ مية وجه نتنياهو ومية وجه اسرائيل، وانه آه العالم اللي طلبوا الهدنه احنا ما سوينا هدنه، لكن العالم اللي طلبوا الهدنه هذا اللي راح يصير يا اخوان، وموضوع التهجير زي ما قلت لكم من البدايه ما في شيء اسمه موضوع تهجير هي كذبه احنا طلعناها تمام عشان نحكي ونسولف فيها ونعمل في حكومات معينه نعمل لها قيمه عشان في انتخابات وقصص سواليف عشان يظل موضوع الانتخابات لا للتهجير لا للتهجير وإحنا ضد التهجير وإلى آخره وهو الموضوع موضوع سياسي آه هدنة مشروطة آه من طرف سامة نعم نعم هذا اللي راح يصير طبعا هم راح يكملوا الشهر كامل هم صار لهم 27 يوم ضايل ثلاث ايام هم بعد الثلاث ايام هاي راح يصير الهدنه ان شاء الله تمام خلي شويه طبعا الهدنة بالنسبة ل لغزة هو النصر يا اخوان عشان تكونوا عارفين. تمام بالنسبة لغزة هو النصر. فعلا هذا هو السيناريو. أنا هنا أنا أنا حكيت لكم اللي اللي راح يصير تمام بالنسبة لتفكيرنا. تحرير جميع الرهائن طبعا. تحرير تحرير جميع الرهائن الموجودين في السجون الإسرائيلية. طبعا اللي, اللي راح يكون إنه اللي الرهائن اللي راح يعطوهم اياهم هم رهائن المدنيين والعسكريين راح يظلوا موجودين عندهم عشان نكون احنا عارفين تمام المدنيين اللي راح ياخذوهم فقط لا غير يعني اللي كانوا في الحفله موجودين بعطوهم اياهم بس العسكريين راح يظلوا موجودين لانه هذول رهائن عسكريين مش مدنيين راح يعطوهم المدنيين الامريكان اللي مش عارف ايش تمام وباقي ما تبقى العسكريين راح يظلوا موجودين في في القطاع ان شاء الله باذن الله يا اخوان طبعا المدنيين بنحرر فيهم الاسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية تمام الله يرحمك يا صدام حسين ما ظلش حكام رجال لا في حكام رجال بس مش قادرين يحكوا ما هي مشكلة انه رجل مش قادر يحكي هو شبه رجل يحيى الزعيم بيقول لك لانها صارت هناك شهداء عدد كبير ما هو راح خلص يعني ما ما ظلش فيها اسرائيل انتهت 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 على اخر يعني ما ما ضل فيها اصلا اذا ما طالبوا بهدنه اصلا ما راح يقدروا يكملوا عشان نكون عارفين اذا ما طالبوا بهدنه ما راح يقدروا يكملوا في قنوات في كثير قنوات يوتيوب تسكرت نعم يا علاء نعم نعم وعادي لو تسكرت هاي القناه فدا 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 غزه فدا فدا فلسطين يا صديقي فدا القدس عادي مش مهم القناه كثير تمام هذا السيناريو اللي راح نشوفه آه في الوضع القادم تمام وقولوا الحوراني حكى وهو انت هسه راح تشوفه اصلا يعني هسه خلص هم قاعدين بخلصوا يعني آه بيحاولوا بيحاولوا آه يخلصوا اللي عليهم يعني خلص اقصفوا هون اقصفوا هون اقصفوا هون اقصفوا هون قديش صاروا؟ والله صاروا 10000 10000 شهيد تمام؟ خلص بكفي 10000 ماشي هسه بنبلش في آه في في الهدنه وفي المفاوضات ومين راح يراس غزه ومين راح يكون رئيس غزه القادم وحماس يلا ما نحكي هاي الكلمه لانه بتعمل لنا مشكله فالمقاومه اه راح يطلعوا برا عشان راح يكون في عندكم نظام وراح يكون في عندكم حكومه وراح يكون في عندكم قصص سواليف وهذا كله حكي فاضي تمام وراح يصير ابر تخدير شديده جدا يا اخوان ابر التخدير راح توصلهم لمرحلة آه انهم ما يفكروا لكن ان شاء الله المقاومة ما راح ترضى في هذا الموضوع وراح تستمر للنهاية ان شاء الله بتحرير الارض والانسان تحرير فلسطين والقدس آه تحرير غزة ماشي وتحرير كل عربي وتحرير كل انسان تمام ظل آه في قلبه شوية رحمة وظل في قلبه شوية حب للأقصى وحب لفلسطين ان شاء الله انه هو نفسه بتحرر حتى لو ما كان في المقاومه هو نفسه بتحرر بتحرر داخليا لانه قضيته انتصرت وقضيته وصلت للشيء المطلوب ازعجناكم في في البث هذا تبع اليوم يا اخوان سامحونا بالنسبه للمشاهد اللي شفناها برضه سامحونا احنا قلنا بدنا نحكي حتى لو بالكلمه يا اخوان وكثير ناس راح تزعل وراح تقول لك الحوراني بلش ينظر وبلش يخش في مواضيع ما قلوش فيها لا هذا الموضوع زي ما انا الي فيه انت اليك فيه والكلمه زي ما انا بطلع كلمه انت طلع كلمه وان شاء الله راح توصل آه آه محمد بقول لك آه اظن جميع الجبهات سوف تشتعل او ستشعل تشعل تشعل آه راح تصير قصص قصص كثير راح أشوف آه سيناريوهات راح تنحط على الطاوله كثير 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 لها اول ما لها اخر راح تحس انه اصلا احمد طه بقول لك سمعت عن البقرات الخمسه حمراء اللون وما بيستنوا قاعدين في في المسيخ الدجال ف <applause> والله أنا عارف يا احمد طه والله ماني فاهم يا رجل المشكله هذا دينهم وهذا التوراة شو بدك تعمل أهل كتاب اليهود طبعا مش مش هدول الصهاينة الصوص نحن بعض بعض مقاتلين راح نجمع بعضنا نوفر المستطاع ونزحف نحو أهلنا ونهو لجهاد نصر أو استشهاد الله يحيي أصلك يا يحيى الزعيم محمد بقول له هذا من دواعي سرورنا وبارك الله فيك توراة محرفة نعم يا أحمد طه بس خلص يعني بدك تمشي معهم زي ما بدهم لانه هو الاسلام جب ما قبله اصلا يعني الاسلام هو كان آه شامل لكل هاي الامور وكان هو الدين الصحيح واغلب وكل الانبياء اللي اجوا اجوا بالاسلام اصلا ولكن هم حرفوهم وهم قتلوهم وهم سووا اللي سووه تمام آه راح نشوف فعليا السيناريوهات راح تنحط على الطاوله يا اخوان راح تدوخنا على الكلام كثير راح ينحكى وكثير اطراف راح تكون موجوده في هذا في هاي السيناريوهات اللي راح نشوفها لكن انا اعطيتكم مخطط المخطط اصلا ابقاء غزه مثل ما هي يا اخوان عشان تكونوا عارفين لا في شيء اسمه تهجير ولا في شيء اسمه هذا كله حكي فاضي راح تكون غزه موجوده واهل غزه موجودين لكن السيناريو الاصلي اللي هم بيشتغلوا عليه اللي هو انه غزه تكون تحت الحكم الاسرائيلي هذا هو السيناريو من البداية وتسليمها لعباس تمام بس أما تهجير ما فيه وإحنا ضد التهجير وضد إنه ترجع موضوع النكبة مرة ثانية يحيى يحيى على راسي يحيى يحيى زعيم ما يحيا يحيى آز يحيى زعيم آه إن شاء الله يا صديقي إن شاء الله النصر أو الشهادة اتعبناه كل يوم سامحونا وراح نرجع طبعا لبثاتنا ان شاء الله قريبا راح نرجع لبثاتنا وراح نكون مع بعض في أما التحليل اما تحليل الاشارات او في الفيديوهات المباشره او في البث المباشر سؤال وجواب وحبيبي يا رؤي القيسي مهموم نصر او شهاده نعم يحيى كل الاشارات تتنبا بتوفيق الله في هذه الحرب عشان نكون عارفين يا يحيى في شغله وحكوها هم حكوها هم الاسرائيليين بقول لك فعليا في حدا بحارب معاهم هم مش لحالهم عشان تكون عارف في اقاويل احضر انت في القناه 12 العبريه تمام؟ بقول لك انه في حدا بحارب معاهم وهم مش لحالهم ماشي ومستحيل انهم يقدروا يعملوا كل هالشغلات الا اذا اجاهم نصر من الله وفتح قريب الا اذا اجاهم شيء غريب والله يا اخوان كلهم قاعدين بيحكوا في نفس الموضوع انه في ناس او في ملائكه بتحارب معاهم في في في, في شيء احضروا قناه 12 بيحكوا فضايح فيها كثير عن الاسره وعن المش عارف ايش تمام في ناس بتحارب معاهم ملائكه من عند ربنا نصر من الله وفتح قريب والله غالب هنا يا اخوان هاي مهموم بقول لك ما معنى القص الصخري طول خمس امتار يعني صخره مكسوسة طولها خمس امتار تمام تم هنا يا اخوان آه وبالنسبه ارجع لموضوع الاسياخ والوكلاء آه ما عندناش وكلاء حاليا غير ابو علاء موجود في لبنان آه هو لا سوريا ولا لبنان الوكلاء الوكيل الوحيد الموجود عندنا لا الاسياخ باقي ما تبقى ما عندنا اي شخص وكيل واي حدا يقول انا وكيل للاسياخ موجود لا الحوراني مش صحيح هذا يا اخوان الكلام وبالنسبة للأقمار الصناعية يا إخوان أنا ما بشتغل على الأقمار الصناعية وأي شخص بيجي بقول أنا بشتغل مع الحوراني في الأقمار الصناعية فحص الأقمار الصناعية هذا مش صحيح الحكي وأنا ما لي علاقة فيه نهائياً بغض النظر مين هو أو مين مكان كان يكون تمام آه موضوع الأقمار الصناعية موضوع آه مش صحيح أو يعتبروه صحيح لكن أنا ما لي علاقة فيه نهائياً تمام ولا إلي علاقة في أي شخص بيجي بقول أنا بشتغل مع الحوراني أو بشتغل في الموضوع أو طلعت معاه بالفيديوهات قبل أو سابقا طلعت معاه بالفيديوهات أنا لا علاقة لي في من قريب أو من بعيد يا أخوان سامحونا يا أخوان على آه سامحونا على الإطالة وشكرا لكل اللي حضروا معنا وشكرا للتعليقات وشكرا لأي جيسي كان معنا على اتصال اليوم الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم جزيلا وإن شاء الله في حلقات جديدة في يوم جديد في قصة جديدة سامحونا وتصبحوا على ألف